أنا الطالبة لين أحمد الملحم من إدارة التعليم الشرقية. شعور جداً جميل ويحسسني بالفخر والاعتزاز أني رايحة أمثل المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية ونمثل المملكة خير تمثيل. هدف هذه المسابقة الأول والأخير هو أن أستفيد وأتعلم أساسيات البحث العلمي أو أطور من نفسي، وصراحة لامست هذا التغيير والتطور طوال رحلتي في هذه المسابقة، وإن شاء الله أني راح أستمر وأكمل في تطوير من نفسي. ولله الحمد تمكنت المملكة العربية السعودية في سنة 2022 في مسابقة آيسف الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق 22 جائزة كبرى وخاصة، مما حفزني أني أشارك هذه السنة وبإذن الله أحقق جوائز على مستوى العالم. مشروعي ببساطة هو عن إنتاج الهيدروجين الأخضر بطريقة فصل الهيدروجين عن المياه باستخدام محفز جديد وهو الديفكت CO2TiO3 combined with TiO2 لتسريع العملية، وحصلنا على كفاءة جدا عالية مقارنة بالمحفزات السابقة، بما أن الانبعاثات الكربونية مضرة ليس فقط للبيئة بل أيضا لحياة الإنسان، تهدد حياة الإنسان والمخلوقات الحية بشكل عام. فاستبدال الوقود الأحفوري بموارد متجددة راح يقلل من انبعاثات الكربونية، بالتالي يقلل من أضرارها. بداية حابة أشكر مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع اللي ساعدتني واحتضنتني من يوم كنت صغيرة، وأتاحت لي الفرصة للمشاركة في العديد من برامج موهبة أبرزها الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. حابة أيضا أشكر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اللي أتاحت لي اللي أقمت فيها مشروعي، وأتاحت لي جميع المعامل والإمكانيات اللي ساعدتني في مشروعي. حابة أيضا أشكر مدارس الجامعة مدرستي اللي ساعدتني ومهدت لي الطرق للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. أيضا حابة أشكر أهلي اللي ساندوني وعاونوني من بداية طريقي، وحابة أشكر جميع من وقف معاي، ما ودي صراحة أنسى أحد. أول شيء بتوفيق ربي، ثم بدعاء الوالدين وكل من وقف معاي والجهد المبذول في هذا المشروع. أول ما تطلع النتائج يتجدد عندي الشغف ويزداد عندي الحماس أني أشارك أقوى من المرحلة اللي قبل.